هل هناك تعارض بين الآية التي تقول من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، وبين قول الكتاب قد اشتريتم بثمن فلا تطيروا عبيدا للناس؟ وكاتب كورنثوس الأولى 7:23 هو طبعا لما ناخد أي آية نشوف المناسبة التي قيلت فيها. انتوا اشتريتم بالثمن من جهة الفداء، يعني اشتريتم بالدم الكريم. لا تصيروا عبيدا للناس، يعني لا تخضعوا للناس خضوعا ضد هذا الايمان اللي انتم اشتريتم به، لكن في المعاملات العادية ممكن تتسامحوا، ممكن يضربك على خدك تحول اخر، ده لا يعني انك انت صرت عبد للناس، فانت ما زلت ملك لربنا، لالذي اشتراك بالدم الكريم. وفي نفس الوقت دي مش معناها عبودية للناس. بيقول من هم الشاروبيم والسرافيم؟ طوائف من الملائكة لها 6 أجنحة زي ما احنا بنقول في القداس 6 أجنحة للواحد و6 أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين. الكاروبيم ورد ذكرهم في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، بل هم أول طائفة من الملائكة وردت في الكتاب المقدس، لأن لما أخطأ آدم وربنا منع عنه شجرة الحياة أقام واحدا من الكاروبيم لحراسة شجرة الحياة، يعني أول واحد من الملائكة ذكر. لكن السرافيم لم يرد ذكرهم إلا في إصحاح 1 في أشعية 6، كانوا حوالين العرش الإلهي وبيقولوا قدوس 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 السماء والأرض مملؤتان بمجدك ومن كرامتك. ولذلك طقس السرافيم هو طقس التسبيح لربنا.